إذن إلى نادي البلاسي محلل الأسواق في إيكويتي جروب للحديث عن كل هذه المستجدات. أهلا وسهلا بك معنا، ودعينا نتحدث عن الأسواق التي ربما شهدت حجم تداول ضعيف، دعينا نقول الأسبوع الماضي، على الرغم من البيانات المهمة مثل محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بيانات مؤشر مديري المشتريات وبيانات أخرى مهمة. هل الأسواق باتت أقل حساسية تجاه البيانات؟ في الأسبوع الماضي كان هناك الكثير من الضروب، كان هناك إجازة عطلة عيد الشكر، وكان لدينا يوم الجمعة السوداء، وهذا منح الأسواق وقتا للاستراحة حتى بعد اجتماع الفيدرالي ومحضر الفيدرالي. على العكس من ذلك، الأسواق ليست متشائمة، بل لم ترغب في أن تتحرك وأن تكون متذبذبة، ولكن بسبب العطلة ولأننا نقترب من نهاية العام هناك الكثير من جني الأرباح في التداولات، ولكن بصفة أن كل ذلك مجتمع، ولكن أيضا مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة محفزا، وبالنظر إلى ثقة المستهلك فإن هناك الكثير من المستثمرين يصبرون لرؤية النتائج على البيانات. وفيما يتعلق بمؤشر مدير المشتريات، الولايات المتحدة مهمة ومنطقة اليورو أيضا، ولكننا لا نرى الكثير من التحرك. سوف بعد محضر الفيدرالي تراجع الدولار، وذلك بسبب التصريحات الأقل تجديدا، حيث أنه سيكون هناك وتيرة أكثر تباطؤا فيما يتعلق معدلات الفائدة، ولكن الآن مع عودة الحالات والإصابة في الصين أعتقد أن الأمور ستعود إلى التحسن. نادية، في ظل تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة وما شهدناه أيضا من موافقة أغلبية أعضاء الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة رفع الفائدة بالنسبة للاجتماع المقبل للفيدرالي، برأيك هناك ترقب أيضا لبيانات الوظائف غير الزراعية هذا الأسبوع، كيف يمكن أن نقرأ توقعاتنا لهذه البيانات وتأثيرها أيضا على تحركات الأسواق؟ نحن نتوقع أن نرى وظائف خارج القطاع الزراعي تتراجع، وذلك مقارنة ب261 ألف والتي كانت في الماضي. إذا نتوقع أن يكون هناك تراجع، ولكن باول حذر من أننا سنشهد أن سوق الوظائف سوف تتحمل تبعات وتيرة التجديد، ولكن سوق الوظائف تتراجع، ولكننا احتسبنا بالفعل ما سيحدث في سوق الوظائف بالفعل، وشهدنا بالفعل أن الاقتصاد الأمريكي على أداء جيد حتى الآن، وشهدنا ذلك في البيانات لا سيما فيما يتعلق بأذون وتراخيص البناء وإعانات البطالة. كل هذه البيانات أفضل من المتوقع. إذن فيما يتعلق بالوظائف خارج القطاع الزراعي ستكون مهمة هذا الأسبوع، كما أن بيانات الاقتصاد الأمريكي في اتجاه صعودي، وهذا يدعم سياسة الفيدرالي حتى نصل إلى الهدف الذي ينبغي وأن نصل إليه، وهو وصلنا إلى 7.9% في التضخم. إذن أمامنا وقتا حتى نصل إلى سياسة التجديد التي ستتوقف، وفي الوقت الحالي المستثمر احتسب ما سيحدث فيما يتعلق بمحضر الفيدرالي، ولكن نتوقع أن يكون هناك بعض التذبذب. نادية، كما تتابع وتنقل الأخبار، اندلاع الاضطرابات المدنية في العديد من المدن الصينية الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، يعني إلى أي مدى سيستمر هذا التأثير على أسعار النفط من الدرجة الأولى، والتي كانت تتأثر مسبقا حتى بالإغلاقات، لكن هذه المرة يضاف إليها عبء الاحتياجات؟ كما تم القول من قبل أن أسعار النفط
وصلت إلى أدنى مستوى لها في 11 شهرا. شاهدنا برنت يتداول عند مستويات 80 دولار للبرميل أو 83 دولار للبرميل، وهذا مستوى منخفض جدا عن المستويات تعودنا عليها. هذا من الواضح بسبب التوقعات الخاصة بالطلب الأخير في الصين، حيث أنها من أكبر المستوردين للنفط، وهذا يشير إلى أننا سوف نشهد، نحن ننتظر إلى اجتماع أوبك بلس حيث نتوقع أن يخفضوا من الإنتاج، وأعتقد أن هذا سيتماشى مع المعروض لأن لدينا مزيدا من المعروض عن الطلب. مخزونات النفط في الولايات المتحدة قد ارتفعت وكانت أكثر من المتوقع، لذلك نشهد أن أسعار النفط تتحرك إلى اتجاه هبوطي، ولكن معظم هذه البيانات بسبب تراجع الطلب حيث أن لدينا معروض أكثر من الطلب، وهذا ما يؤثر على أسعار النفط. نحن ننتظر اجتماع أوبك، إذا كان هناك تخفيض في الإنتاج إذن ستتحسن أسعار النفط. نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لكِ.